نحتفلوا بالتظاهرة هذه في إطار التظاهرة هذه، ونختتم شهر التراث بالتظاهرة الثقافية هذه ممتازة إن شاء الله تكون ممتازة. هذه التظاهرة تدرج في إطار الأنشطة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للمواد الاجتماعية ومصالح المواد الاجتماعية، تكون هي دعم الأنشطة الثقافية وجميع الأنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة. وإن شاء الله هذه تدرج في إطار الحرص إدارة الجوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان على تفعيل وتنفيذ الأنشطة وتقديم الأنشطة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن شاء الله تكون تظاهرة احتفالية رائعة. اليوم بمناسبة يعني اختتام اليوم الوطني للتراث من تنظيم الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان، انتظمت اليوم بالمركب الثقافي بالقيروان يعني جمعيات ذوي الإعاقة بالجهة نظمت يعني حفل اختتام يتمثل في براعات يدوية للمكونين والتلامذة يعني الموجودين بالمراكز، كيف تم تقديم يعني أكل مأكولات معناها تراثية، وتم يعني تقديم كل ما هو متعلق بالتراث الوطني من يعني لباس، من تصاور، من يعني براعات يدوية ومهارات تكوينية يعني للتلامذة. اليوم فما يعني 12 مركز ذوي إعاقة بجهة القيروان، فما صعوبات كبيرة نتمنى يعني من السلطة المعنية تداركها ويعني يتم تلافيها وتجاوزها، وهذا يندرج يعني اليوم في إبداعات يعني طفل ذوي الإعاقة وطفل يعني يلزم يعني يتم إدماجه تكوينيا وتربويا في اكتساب مهارات فردية، للمهارات هذه تنمي يعني القدرات نتاعو وتخليه يعني يندمج في الحياة الاقتصادية والحياة العامة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.